طيب دكتور محمد، بما ان حضرتك معايا لازم اسالك، يعني لانه الناس طول الوقت بقى عندها هواجس مما يحدث حولنا من تغيرات مناخيه، من حاجات كتير يعني ما بنبقاش متوقعينها، هل احنا عندنا اي تخوف من اي امراض ممكن تكون موجوده عندنا الفتره الجايه؟ انا بشكرك يا استاذ هدير على هذا السؤال الهام جدا. احنا اي وباء او اي مشكله، ويضاف الى هذا طبعا بعض الساده اللاجئون من بعض الدول الاخرى الى مصر، احنا في حاله ترقب وترصد شديد جدا. احنا بنراقب الانسان، بنراقب الطيور، بنراقب كل شيء منقول عشان نضمن سلامة مصر من أي وباء يخش إلى مصر. وإحنا الحقيقة يعني المثل اللي بقوله دايما، لأنه مثل ناجح ومؤثر، هو وباء كورونا. إحنا كان في ترصد، وبدأنا الاحتياط والعمل بتوجيهات سيادة الرئيس ورعايته ودعمه من قبل الوباء ما يجي مصر. إحنا بدأنا من أول 2020 عندما علمنا، وإحنا بنتابع طبعا علميا وطبيا وبصدقة شديدة جدا. وبعدين لما جينا في مارس 2020 كان هناك بداية للاستعدادات القوية جدا. فعايز اطمن حضرتك واطمن مصر كلها، كل سنة وانتم طيبين، وحضرتك إن, ان 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 الترقب والترصد والمتابعة جزء هام جدا من العمل الصحي، جزء هام جدا من مسؤولية الدولة حماية البلد وحماية الوطن من اي امراض وبائية. انا بشكر حضرتك. تخلصنا من امراض كثيرة جدا، وايضا بنراقب عشان نمنع دخول اي امراض. لكن حضرتك اصبت نقطه هامه جدا على الجزء المناخي. حضرتك عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني طبيا وعلميا وجامعيا من زمان جدا بنتكلم على تاثير التغيرات المناخيه على الصحه. ليها تاثير على حاجات كتير جدا. يعني انتشار كثير من الاوبئه. صحيح. انت الزلازل والبراكين والكلام ده كله جزء منه ناتج لهذا. كل ده ما بيحصل بيسبب امراض. يعني النهارده الناس بيتكلموا على ان الحتت اللي حصل فيها هذه المشاكل انتشرت فيها بعض الامراض. ناقلات الحشرات اللي هي بتنقل الامراض، يعني بنسمع على الوباء الفلاني بالفيروس الفلاني نقلته الحشره الفلانيه. هذا كله جزء منه نتيجه لتغيرات المناخ، تراكم المياه، الفيضانات، وجود الأتربة والأبخرة. يعني مثلا أما يحصل نوع من الأبخرة أو الأدخنة المحملة أو الأتربة المحملة بالجراثيم بتسبب أمراض، بتسبب حساسية في الصدر. الملاريا إحنا الحمد لله ما عندناش ملاريا، الحمد لله، لكن في بلاد الملاريا نتيجة لنقلات الحشرات بتنتقل نتيجة لتغير المناخ. النقص الغذائي في بعض الحتت أو بعض المناطق نتيجة لتغير المناخ بيؤثر على تغذية الإنسان وصحته. الموضوع بتاع المناخ وتأثيره على الصحة موضوع كبير جدا، وإحنا دارسينه وبندرسه وبنقوله، ونتمنى أن العالم كله يتنبه لهذا، لأن عندما هتحدث مشاكل هتبقى عالمية ومش هتبقى موجودة في حتة واحدة، هتنتشر في أماكن كتير. صحيح. لكن ربنا يكرمنا بالجهود اللي بتبذل والطاقات الكبيرة جدا لتحمي مصر إن شاء الله من أي مشاكل صحية. الله يطمن قلبك يا دكتور محمد.